الرحمن الرحيم. أعزائي، في لقاء غريب استثنائي عن اللقاءات السابقة نلتقي اليوم في حلقة جديدة خفيفة نتناول فيها صحة الحيوان في القانون، وذلك خصص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 86 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 83، حيث خصص الفصل الأول من الباب الثاني منه المواد من 124 ل 132 من القانون في دراسة شأن الحيوان وصحة الحيوان نحو مكافحة أمراض الحيوان. وبدأت في ذلك في المادة 124 بالتعريف بكلمة الحيوان، وأوضحت أنه يقصد به الحيوانات والدواجن والطيور. وتناولت المادة 125 من القانون التسجيل الإجباري في بعض الأماكن لنوعيات معينة من الحيوانات، يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، وذلك لتطعيمها وحقنها ضد الأمراض والأوبئة، وذلك بصفة دورية. ولقد استكملت المادة 126 بتحديد أماكن عزل مخصصة للحيوانات، على أنه لا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذي ينفق في العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته، وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه، وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة 131 من القانون. فيما أكدت عليه المادة 127 من ضرورة قيام أصحاب الحيوانات أو حائزيها والمتولين بحراستها أو رعايتها في حالة ظهور أي أعراض مرضية عليها إبلاغ المشرف الزراعي أو الوحدة البيطرية في منطقته. وطورت من ذلك المادة 128 إلى مكافأة من أبلغ عن الحيوان المريض بما لا يزيد عن 10 جنيهات، وإذا كان مالكه يعوض بقيمته. وفي هذا الإطار نجد أن المادة 129 قد جاءت وحرمت الإتجار في الحيوانات المريضة أو المصابة بأي مرض وبائي. ثم شددت في ذلك المادة 130 من القانون بحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في نهر النيل أو الترع أو المساقي أو المصارف أو البرك أو الطرق أو طرق أو العراء، وذلك بضرورة دفن جثث الحيوانات النافقة. ثم تناولت بعد ذلك المواد 131 و 132 تعيين وتحديد الأمراض المعدية والوبائية التي تصيب الحيوانات، وذلك بقرار من وزير الزراعة، وذلك ما صرحت به المادة 132 من القانون بالتصريح لمأموري الضبط القضائي بدخول الحظائر والأماكن التي توجد بها الحيوانات للتفتيش. وفي ذلك أعزائي نجد أن القانون في نصوصه قد ورد صادقا لحماية ورعاية الحيوان حال حياته وحال مماته، وذلك بتفصيلات دقيقة بمعاملته معاملة محترمة ومحترمة لحقوق الحيوان كأفضل من أي تعامل لجمعيات الرفق بالحيوان. ذلك يؤكد أن لدينا من القوانين القوية لكل شيء في الحياة، وكل ما ينقصها هو تفعيلها وتطبيقها فعلا حتى يشعر بها من يخاطب بالقانون ويكون الردع حال مخالفة. أعزائي، هذه ليست حلقة كوميدية، ولكن هي نصوص قانون حقيقية، بما يؤكد أن القانون المصري لم يترك شيء في الحياة إلا وقد تناوله بصورة جادة، دون حاجة إلى إصدار قانون لكل حالة على حدة في صورة ما سمي إسهال القوانين دون داعي. حيث نجد أن القانون
قانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 83، وفي نصوص عن صحة الحيوانات تناول كل ما يعن للحيوان بشيء، سواء في حالة مرضه أو طريق أو أسلوب علاجه أو أسلوب الإبلاغ عن مرضه أو أسلوب دفنه في حالة وفاته أو التفتيش عن الحيوانات المريضة والضبطية القضائية للمفتشين في ذلك الأمر. الأمر الذي يجعل فعلا الحيوان في القانون المصري، وقد حرص القانون المصري على حمايته ورعايته.